في قصص الأمل الكثيرة يسطع بعض منها دون غيرها، كقصة التلميذ محمد سلمان أصيب بمرض نادر يعيق النمو الطبيعي للرجلين، مما جعله أسير الفراش والآلام. تغيب عن المدرسة لمدة 3 أشهر في السنة المصيرية الأولى في حياته، ليجتهد من بعدها ويكافح ويحصل على نتيجة مميزة كللت تعبه بالفرح. أنا محمد سلمان، عمري 14 سنة، من هنين، من الجنوب، من هنين. عانيت كتير هالسنة، لأنه هي أهم سنة بحياتي، يعني برفا، لأنه كان عندي عارض صحي اللي هو عملية بإجري. طبعاً تعرضت كتير لأوجاع وألام، رغم كل شيء، يعني جربت ما أستسلم، وقررت أنه سابر وأصبر عشان حقق اللي بدي إياه. غبت 3 أشهر عن المدرسة، ما أعرف شيء عن دراسي ولا شيء، بس رغم كل شيء جربت أنه أخذ معلومات ودروس من رفقاتي عشان أعوض اللي راح علي هالـ3 أشهر اللي غبتهم. لما طلعوا النتائج أجت أمي عم تفيقني. طبعاً كنت أنا حابب جيب تقدير اللي هو جيد، بس ما قدرتش، ما جبته. فأمي كانت عم تفيقني تقلي النتيجة. زعلت أول شيء لأني ما جبتش النتيجة اللي كنت بدي هي، بس طبعاً 13.80، بس فرحت لما عرفت يعني إنه نجحت وما استسلمت للعرض اللي كنت بتعرض له. السنة اللي عمل فيها العملية كان عنده شهادة بريفيه طبعاً، وكان عامل عمليتين قبل، بس بهمنا كان السنة اللي هو فيها اللي هي أساساً المرحلة الابتدائية، لأنه إذا تجاوزها مش الحال ببقية المراحل. فطبعاً كانت معاناة فعلاً، وفي معاناة قبل سنتين بعمليتين. صبر الصبي وكان أبضاي وجدع وقد الحمل، يعني ما قال آخ، ما قال شيء، مع أنها كانت فعلاً معاناة. بدك تاخذيه على المدرسة، بدك تحملي له شنطة وتطلعيها على الصف، بعدين بدك ترجعي تجيبيه من المدرسة عامل عملية، يمكن ولد يضرب فيه، يمكن يصحت، يمكن. فالحقيقة كانت معاناة. والفضل الأول والأخير لأمه، أمه اللي وقفت معه، أمه اللي سارت معه، أمه اللي عطته أقصى مجهود عندها، أقصى مجهود. تعبت والحمد لله تعبت ولقيت. بدنا نشجعه وهو عم يدرس، دايما كان يقعد بمحل يكون في هدوء تام كرمال امه تعرف تدرسه، لانه في كتير اشياء راحوا عليه وبده يعني يرجع يعوده. يعني هو بيدرس دبل اللي راحوا عليه، مثلا بكون عنده اشياء حفظ يرجع راجع اللي قبله، مثلا غير رفقاته. كان نقعد احنا بالاوضه هو يقعد هون بهدوء. قصه محمد تحاكي الالهام، هو التلميذ الذي لم يستسلم رغم آلامه ليحصل على مراده، مؤكداً بأن الإرادة تصنع المستحيل رغم الضغوطات. من حارة صيدا، ريم الأمين، موقع يسور.